إخوتي، السيد أرطغرل سيعيدني إلى المهمة التي أعطاني إياها، ولكن روحي حزينة. لماذا؟ لأني لم أقتل أعداء كثر. فأنا لم يكن لدي وقت، فقد عدت إلى المخيم للأكل. إخواني، أنا دائما أسمع صوتا يقول: هيا تحرك يا بامسي، الأعداء في طريقهم إليك. وأنا حينها أمسك سيفي هكذا ثم أغوص بين الأعشاب، وحسبنا الله، وأنظر وأرى أن من وراء الشجر ليس عدونا. من هو؟ دب. نعم، هو دب. دب. قلت: على كل حال، أيا كان، عدوا أو دبا، ألقيت بسيفي ثم أمسكته بيدي وبدأت بضربه، وضربته ثم ضربته، وبعد ذلك رأيت الدب هرب. ومنذ ذاك اليوم سميناه مرعب الدب. معي تفاح. السلام عليكم. وعليكم السلام. السلام. أدام الله البهجة. آمين. آمين سيدي. شكرا لك. دوغان، خيرا، لما لا تتكلم؟ العشق سيدي، العشق. سيدي يبدو متعبا. يوجد معنا ضيف قاس من بايربوجاك، هو يشاركنا ليلة الأنس. أهلا بك يا أخي. أهلا بك سيدي. تفضل. أعمدة الدخان على رأس الجبال، والشهيد يسقط على الأرض والحجر، ولم يبالوا بدمه الذي ينزف، وتركوه وذهبوا بين الشجر. هم يعثون فسادا في الجبال، والتركمان يتصدون لهم، والنساء يبكين، والدمع انفجر، تشتتت وذهبت جبال التركمان. قاتلونا وطردونا من الخيام، امنحنا القوة يا من خلقت القمر، فنحن لن نتراجع حتى لو تحت التراب جسدنا اندثر. يا أحفاد سليمان شاه وألب أرسلان، أمهاتكم أنجبن نساء كالأسود، يفتدون أوطانهم بأرواحهم ولا يحنون رأسهم أبدا لعدو. يا أولاد الترك، إياكم أن تقطعوا الأمل، هذا الوطن الجميل هو ميراث الأجداد، سينصر القادة وتنصر جيوشنا على الأعداء، وسنكتب التاريخ، سنكتب تاريخ جبال الترك. فلتسلم، فلتسلم. لا فض فوك أخي. شكرا سيدي. خيرا جيكلي. سيدي، هناك خبر من عبد الرحمن.